مساكم الله بالخير. اليوم بنسوي مندي تيس في تنور الخبز المشهور عندنا، كل بيت كويتي عندها التنور. ننزل الزيت والبصل والبهارات الصحيحة ويا بعض ونحمسهم. ننزل السمن عليها، وهذا زيت وكركم وملح. كتف والظهر، هذا الجنب نحطه داخل كذي، هذا ماي بارد ننزله على حمسه الجدر. ننزل 8 كاسات رز مزه، نحرك الرز ونخلي سنتين ملعقتين ملح عليه. الجدر على هذه القاعده. الحين ننزله بالتنور، داخل التنور بالطريقه. الحين نسكر عليه، نسكر عليه بالعجين. ركبنا العجين على وجه التنور، نشيل العجين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، لا اله الا الله، بسم الله ما شاء الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف ما شاء الله، شوف ايش حلوه، بسم الله. شوفوا شلون اللحم ذايب مال الفخذ، شوفوا لحم الفخذ شلون ذايب. الحشو الكويتي نخلي على جنب هني. هذا المندي اللي سويناه اخذ له ساعتين تيس، 6 كيلو ونص.